قلت لقاءات مهمه جدا. ميزه كمان في النادي الاهلي ان الكل بيشتغل، الكل بيعمل في صمت، محدش بينسب الفضل لنفسه، وده من اهم مميزات العمل كمجموعه. دايما التوفيق بيجي بعد جهد، وبيجي بعد يعني عناء، وبيجي بعد اجتهاد. اجتهد واشتغل واعمل اللي عليك، وفي الاخر ربنا هيكافئك. قلنا في بدايه الموسم النادي الاهلي مش معنى ان هو بعيد، مش معنى ان هو مش هينافس على لقب نادي الاهلي، قادر في اي وقت ان هو يرجع. النادي الاهلي دايما بيرجع في الوقت اللي بيكون عايز يرجع فيه. النادي الاهلي دايما هو اللي بيخلي كوره في ملعبه، هو اللي بيتحكم في يعني مستوى البطوله، هو الترمومتر بطوله الدوري العام. النادي الاهلي بيعود، فارق النقاط بيتقلص الى نقطه واحده. طبعا لاعب زياده عن نادي الزمالك بمباراه، لكن عندك مباراه مهمه مع نادي الزمالك اخر الشهر. النادي الاهلي بيفصل جيدا ما بين بطوله الدوري وبطوله دوري ابطال افريقيا. النادي الاهلي متعود بالخبره الطويله جدا. زي ما حضراتكم عارفين احنا اخر نسختين احنا الوصيف والجمهور زعلان، وبالتالي النادي الاهلي لا يرضى الا بالمركز الاول، الثاني بالنسبه لنا زي الاخير، لكن الاهلي دايما مكانه في المركز الاول. لعيبه النادي الاهلي عودتنا على المكسب، عودتنا دايما على الانتصارات، عودتنا دايما على الفرح، وبالتالي اكيد كل جمهور النادي الاهلي، وبيعجبني جدا يا امير ان احنا، انا بقول احنا عشان احنا من المنظومه كجمهور وكاعلاميين وكمشجعين وكلاعيب كره القدم قبل كده، كلنا عندنا فكر واحد، بنقف ورا الفريق، ما بنتكلمش في اي امور سلبيه، دايما عايزين الفريق يكون كسبان، الفريق في احسن حال، اي موقف النادي الاهلي بيكون موجود فيه احنا بنشجعه وبندعمه. وده اللي الجمهور وده اللي اللعيبه دايما حاسه بيه، وده اللي واصل للجهاز الفني. ممكن يكون بعض الجمهور اللي لسه يعني صغير في السن، مش متعود على اللي قبل كده، كان في طبعا بعض الاخفاقات النادي الاهلي اتعرض لها، وده امر طبيعي جدا طبعا. بس كان زمان شويه طبعا. فانا عشان كده بقول لك لسه الجمهور اللي يعني جمهور الصغير في السن اللي عنده 18 سنه و19 سنه و14 سنه لسه يعني معاش الفترات اللي كان فيها بعض الاخفاقات للنادي الاهلي، مستر مانو الجوزيه لما كان موجود يعني كان في اكتساح لكل البطولات اللي موجوده في مصر او في افريقيا. بالتالي يعني بندعم النادي الاهلي في مباراه امام فريق فيتا كلوب، ولازم التدعيم يا امير، مباراه صعبه محدش يستهون بيها، كلنا نبقى عندنا، ولو لا قدر الله حصل نتيجه، حصل تعادل، حصل لا قدر الله نتيجه سلبيه، نقف ورا الفريق عشان بعدها باسبوع عندنا مباراه شبيبه الثوره. مش عايزين الناس يبقى عندها انفصال في اللقاءين، لازم اللقاءين دول يكونوا عارفين ان هم باكج واحده او قطعه واحده، علشان يكون في يعني ما يحصلش حاجه سلبيه لا قدر الله، تلاقي الناس بدات تنتقد. لا احنا عايزين نخلص الدور الاول او دور المجموعات، بعدها نبدا نتكلم ونشوف السلبيات اللي حصلت في دور المجموعات بشكل يعني بشكل كامل او بشكل كلي. صح ولا رايك ايه؟ لا صح.